اهم حاجه تجيب لي ايه؟ جوده. الجمبريه يا دي ما تجيبليش واحده راسها مفصوله ودبلانه وشاربه ميه. مصنع سمك برداويل ده بتاع البرداويل يا جماعه. ايوه مكرونه سويسي شويه مكرونه سويسي في الحاجات دي. حطوا لينا يا جماعه بس اكله لهشاشه العظام وللاطفال ما فيهاش ريحه الشوك. السلام عليكم احبائي واعزائي مشاهدي قناه جوهر السويس. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الحاجات اللي هي تشرح القلب. انا كنت ماشي وقلت لي يا يوسف قلت لي لازم ايه؟ قلت لي هتصور انت لازم. ها طبعا انت تطلب في اي وقت مكانك على البحر. الله يخليك. عنده يا جماعه شويه سوبيا جر، بسم الله ما شاء الله. من الحاجات دي الميه ما سوبيا بزيتها يا جماعه ان هي مفروشه. ابعد لك. لا بص وريني تحت عشان اوري الناس انها على تل. اوريك اهي. يا باشا بنسعى من 120. زحل دي كده يوسف عشان الناس تشوف التلج اللي تحتها. مش محطوطه في ميه يا جماعه ولا نفشه ولا نفخه نفسها. والعين هي بتاعت الجر كده يا جماعه. الله ينور عليك. انضف صوبة في العالم كله. اه والله. انت راجل محترم يا يوسف. ايوه. انت راجل محترم. سوبيا بتاع الجر. زي ما قلنا يا جماعه نضارة وجودة السوبيا لما تنضفها وتحس ان هي شمع ابيض. ايوه انضف حاجة. فاهم الزبون عم احمد ان دي بتاعة الجر انضف حاجة. فص بتاعها غير فص بتاعة الفلان. ما عادش بيقولوا كده ليه يا جماعة؟ فعلا انا عن تجربة لقيت ان بتعض حلو ما بتشدش. أيوة. ومسكرة عن السوبيا التانية. انت دي انت عندك حق. ودي باذن الله بكام يا يوسف؟ السوبيا عامله 170 جنيه بس. 170 لو هنحسبها ان المجمده بتطلع ب 160 جنيه وبتتباع ب 170 جنيه. وطبعا التلج كلها بسعر المجمد. بلدي بسعر المجمد يا عم احمد. ربنا يوسع عليك يا يوسف. ايوه صباح الفل. والصغيره منها بكام؟ دي حاجه وسط عامله 170 برضه. الزبون بيحب الوسط والزبون بيحب الكبيره. يعني هي حسب الطلب. ايوه الكاليماري الجميل ده المتطبق يا جماعه. ليه بقول متطبق؟ انت اشرح عنه بقى. بصوا العين يا جماعه ومتطبقه وفي نفس الوقت يوسف مستو شاب محترم بيفرش على تلج. ما بتحطش ليه في المايه يا يوسف؟ بتتنفخ. حرام. اول حاجه وثاني حاجه ان اللحم ده حاج اللحم ده الزبون تقول له دي بتاع الجر فهمش. كيسه بتبقى مبرومه كده اهوت ملفوخه شاربه ميه لما طالع ايه؟ اللحم اللي بيشرب ميه يا حاج. اللحم اللي بيشرب ميه نفسه. اللحم بيغير جودتها وغير طعمها. ادي يا جماعه كاليماري. بسم الله ما شاء الله. دي قماع. دي قماع وممكن حلقات في شوربه السي فود. ايوه صح يا يوسف؟ وطواجن بقى ومقلي. بص يا جماعه يعني انا وبرضه برجع اقول ليوسف تاني ما تاخدش اللي هي متقشره. لان هي متقشره او محمره. خليها كده اللون الابيض الفاتح ده. اقول لك على حاجه ممكن تكون دي متقشره ممكن تكون متقشره من صندوق. من صندوق. من صندوق. بص لحمتها عامله ازاي. وريني يا جماعه. بيضه شمعه اهي. بيضه شمعه. بيضه شمعه اهي. يا ترى بكام دي؟ دي عامله 150 تبقى ب 140 بس. 140 يا جماعه. كاليماري اقماع حجم كبير يعني دي في الاقماع في الحشو بخلطه الرز او بالشوارب بتاعه السوبيا والبصله والخضره والرز وتحمر وتاكل صحه وعافيه. ولا ايه رايك يا يوسف؟ ايوه صح عم. جميل. اللوت الجميل البلدي ده يوسف. مفيش حشو. بص يا جماعه انت متاكد من حاجتك يوسف دايما؟ ايوه بتجيبها بتجيبها ما بتبيتش. ايوه سمك كمان ما بتبيتش يا جماعه. ايوه الحمد لله فاضل. بصوا يا جماعه لوتة تجيبها دي بتاع فوق ال 5 كيلو. دي عامله 5.5 سم. 5.5. جميله جدا. طبعا اللوت يا جماعه من الاسماك اللي في الطواجن والشوربه والاليه تتبيله جميله جدا. لحمها دسم وطيبه ان شاء الله. بكام يا يوسف حبيبي؟ 300 يا عمي. ازاي الصافي ده؟ لا ميه ولا تلج وكلك الله. ميه ولا تلج. يا جماعه اللي حبيبنا ان شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. كلنا متابعينا. سلام صور. بس سلام عليكم. ماشي تعالى بحضرتك برضه بعيد عن الكاميرا. اهلا وسهلا. بالقاهره؟
اهلا تحت امرك مشرفني انك انت تتابعني الله يخليك. بكام النوت؟ النوت عامل 90 جنيه حاجه 90 جنيه ده من المزال. ينزل يا يوسف؟ ما ينزلش. يا شقي يا وحش يا اللي واكل السوق في السردينه. انا بقول لك اهو ما حدش بيجيب السردينه اللي انت بتجيبها يا يوسف. دي السمينه يا حاج، دي الملحمه، دي تعمل 300 يا عم، ده ميه ولا تلج؟ ده واجب ليه بقى؟ لا ميه ولا تلج، ده سردينه. يا جماعه يوسف دايما مشهور بالموزه. دي بص ملحمه، يعني ملحمه يعني الظهر عليه. دي سمينه يا حاج، دي تتخلل وتتشوي وتتقلي. سكر في الاكل وشويه سكر، بشويه رز كده سكر بقى في الاكل. ده طعم تاني لوحده ده. ايوه بكام دي؟ عامله 50. 50 انا بشاور له كده قال لي صح. عشان شاورت لك حتى من غير ما تشاورها ب 50 جنيه والله. 50 جنيه شويه سردينه هو عايز كده. شط الزرابين دول بكام؟ دي زرابين مش ناجل يا حاج. ما انا عارف، انا عارف بعد الناس بتقول ناجل. لا يا عم لا. ايوه الناس خلاص عرفت. ايوه الزرابين دي بكام؟ ده عامله 100. 100؟ دي صياديه حمراء جميله ما تقولش لحد عليها. تمام؟ نرجع بقى اللي انت كنت ماسكه السوبر. جمبري ازاز. عايز اقول لك تحت زي فوق. ده تحت زي فوق. بس يا جماعه بيتحدى. ده تحت زي فوق. بيقول لك انت هتاخد مني كيلو احجام واحده. بص فوق زي تحت. بص التلج اهو. وده طبعا التلج اهو. هو مين اللي شايفك؟ ما انا بقول لك التلج اهو. اللي شايفك ربنا. والجمبري. واللي هيبارك لك مين؟ ربنا. فانت لما تراعي ربنا في البيع. معلم غريب لواش اهو. طبعا غريب لواش ده حبيبي. ده جا غربه. صباح الفل. حبيبي. يشرفني طبعا غريب لواش، صورت معاه قبل كده يا جماعه. معلم من الناس المحترمه. ويجعله مسي الخير علينا وعلى امه محمد اكيد. مع تحيات قناه جوار السويس لحضرتك. حبيبي حبيبي الله يعزك. تشرفنا قناه جوار السويس. الله يبارك فيك. بكام الجمبري ده؟ ده عامل 300 بس حد غيري بيقول 350. احنا قلنا ايه؟ انا ما اقصدش والله. لا احنا نقول ايه بقى يا يوسف؟ نقول ايه؟ انا عندي ده ب 300 يا جماعه. مفيش زعل، لف السوق براحتك بس راعي الجوده اللي عندي. ما تجيبش حاجه اقل في الجوده وتجيب اقل سعر وتيجي تقول لي. مش ده الكلام؟ مش ده الكلام اللي اتقال؟ قوله تاني. ده اهم حاجه الجوده. سيبك يعني من السعر ده، خليه اخر حاجه ونلف براحتك. بس اهم حاجه تجيب الجمبريه دي تاني. تجيب له الجمبريات. ايوه. اهم حاجه تجيب لي ايه؟ جوده. الجمبريه يا دي الجودة. ما تجيبليش واحده راسها مفصوله ودبلانه وشاربه ميه وتيجي تقول لي بعد كده الجمبري على ايه؟ مفيش على ميه. كل فرش يوسف يا جماعه على ثلج عشان يحفظ نظرته. الدنيس. الدنيس طعمها حادقه. مش مزرعه سمك برداويل ده. بتاع البرداويل يا جماعه. ايوه. جميل. سمك برداويل. بكام ده يوسف حبيبي؟ ايه؟ بكام؟ ده عامل 130 ب 120 بس يا حبيبي. الاسعار غصب عنك وعني. ايوه. بس برضو على قد ما صغيره. لكن بص يا يوسف. كده يا حاج. محمله. البطن بتاعتها. انا اتحداك. بتتاكل قبل اللحم. انا اتحداك الخمسه او سته كيلو. ايوه تتاكل قبل اللحم. بطنها ليه؟ لان بطنها نظيفه يا عم احمد. بطنها نظيفه يا عم احمد. بص كده يا عم احمد بطنها نظيفه. لما اقصر بطلع على طين ولا رمله ولا الكلام ده. جميل جميل جميل. دي ب 100 وكام؟ لا عامله 120 بس. 120. المكرونه يا جماعه انا ما زلت اقول ما تاخدش مكرونه بطنها فاتحه ولا محمره او وقع قشرها. في بعد زبون بيقول لي بتاعت الفلاك احسن من بتاعت الجرد. في بعد زبون بيقول لي بتاعت الفلاك احسن من بتاعت الجرد. غلط. دي معلومه غلط. لكن ده بتاع الجرد انضف حاره في الجمهوريه كلها. سبحان الله زي ما تقول ربنا مسكرها. يعني سبحان الله. حتى بتبلع الطحالق اللي هي النباتات العشبيه مغذيه ليها يا جماعه. ايوه. سكر سبحان الله. ربنا محبب الخلق في السمكه دي يا يوسف. انا خراب جميله يا حاج. وبتاعت الجرد بالذات مفيش حد بيدوقها الا بيقول لك انا عايز منها تاني. ايوه مكرونه السويسي اصلي. المكرونه السويسي والحجم ده يا جماعه خدوه ما تاخدوش الحجم الكبير جدا. عشان الشوك بيبقى لسه ايه ما عضمش ولسه ما ايه ما تحسش بيه. في بقى حجم الحجم ده كده تمام قرقشه. ده احنا بناكله زي ما هو. والله ده اسمه قرقشه. ايوه بناكله زي ما هو. بص يا جماعه خير ربنا. مكرونه سويسي. شويه مكرونه سويسي. بسم الله تبارك الله. حاجه تشرح القلب. حاجه معلم محمود كالوشه. محمود ما بيحبش الصور. يا محمود بقول له ما بيحبش بابا انا متخشم ما بجيبش الكاميرا. بقول لك ما بيحبش الصور. انا عارف ما بيحبش الصور. قول له
الراجل راجل تاجر. لا لا حتى لو كده لا, لا حتى ميزه محمود ان هو غرقان في شغله مش باصص للسبعه ولا وعارف هدف هامش ربح بيجيبه وخلاص على كده. وعندي قرش نروح نشوف القرش يا عبدو. طبعا عبدو عارفين عبدو سقعان يا جماعه لسه جاي من عند انا فيديو. الله ينور عليك وعلى مديهاتك وعلى بضاعتك يا عبدو. الناس اللي انا جو مشرفوك تيالي اتبسط. طلب كان عامل ايه؟ قالوا لك جميل وطازه وزي الفل. كيلو وحش حتى. بصوا يا جماعه الناس التجار بيعرفوا بعض وعارفين الاسعار الحلوه فين. ادي كفه كده تاني ميه ولا كفه. وهيشتري كمان كاليماري يا جماعه. بيزار طبعا يوسف ده عندك ناس بتبيع سمك. ما كنتش جيت اشتريت من عنده. ما هو النظيف ما يعرفش الا ايه. الا النظيف. الا النظيف. خد انت هات الحاجه دي. صباح الفل. صباح الفل. بيشتري طبعا. في حاجه ما اقدرش اصور. في حاجه بتشتري فانا بصور من بعيد يا جماعه. السلام عليكم. خلاص نرجع نقول القرش اختباره ازاي. اختباره لا يتعمل طواجن جميل. اول حاجه لما تيجي الراجل يشتري يعمل يحط طبعا فين. ايوه هنا. ولو لقى شيء مفيش نشادر. مفيش نشادر. نشادر يعني بقى تفسد فساد. دي ما فيش نشادر يا حاج. القروش دي قول لي تتعمل ايه؟ بيتعمل طواجن حاد جميله ومدهونه ومقلي وطاجن بالبطاطس. طاجن بالبطاطس سكر بقى. سكر بكام الكيلو فيها؟ عامل 180. 80 بكام ال 80 عامله 80 عامله 80. القروش عامله 80 يا جماعه. بس اكله لهشاشه العظام وللاطفال ما فيهاش ريحه الشوك. بقول لك ربنا دايما يسعدك ويخليك على العهد. خليك على عهدك انك انت اسعارك وجودتك واحده يا يوسف. تمام ماشي. السلام عليكم.